تعالى بقى نبص على الانجري بقى. خلاص انا هشرح لكم الحته دي ومش هتقل عليكم يعني ايه يعني، او على الاقل هديكم بريك يعني. احنا قلنا الليجمنت الانجري تدخل تقطع الليجمنت الناحيه الثانيه. تعال نشوف انواع الانجري. في عندنا هايبر اكستنشن انجن، دي اللي من قدام، دي تقطع الحاجات اللي ورا زي البي سي ال مثلا. هايبر اكستنشن انجن يعني انت فركت الركبه بزياده، او هايبر فليكشن انجن يعني انت تنيت الركبه زايد قوي، هتقطع الحاجات اللي قدام. في عندك فالجاس انجن يعني جاي من بره لجوه، هتقطع الميديال ستابلايزر. الفيروس انجن العكس، هتقطع اللاترال ستابلايزر. بس الهايبر اكستنشن ويز فيروس جايه بميل، هتقطع ايه اللي في البوستر لاترال كورنر. اللي هنا الهايبر اكستنشن ويز فالجاس، هتقطع البوستر ميديال كورنر، وهكذا. تعال نشوف امثله للايه للخبطات اللي انا عمال اقولها لكم دي وجع دماغ. ده مثلا واحد بيشوط جاي يشوط الكره في شكل الهواء، شايفين الهايبر اكستنشن بتاع النيه حصل له ازاي؟ ده حصل له هايبر اكستنشن انجري في النيه. ده يقطع ايه بقى الهايبر اكستنشن انجري؟ احنا قلنا الفورس بتبقى داخله من ايه؟ من قدام لورا، فيقطع ايه؟ يقطع البي سي ال. يقطع البي سي ال. البي سي ال. اه بالظبط كده. يقطع البي سي ال. عشان البي سي ال قوي تلاقي الافالجن فراكشر فيه اكتر. ماشي؟ يعمل افالجن فراكشر في التيبيال انتر كوندايلر ايمننس اكتر. يقطع الجوينت كبسول، البوستيرو جوينت كبسول. لكن مثلا الهايبر فليكشن انجري. خلاص؟ زي الواد ده جاي يتزحلق في ركبته التاند جامد جدا، تقطع ايه؟ الحاجات اللي قدام اللي هم الايه؟ الكوادريسبس او الباتيلر تاني. الكوادريسبس او الباتيلر. انت بقى بكلينيكال براكتس كده بتشوف انهي بيتقطع اكتر، البي سي ال ولا الكوادريسبس والباتيلر؟ البي سي ال. البي سي ال بيتقطع اكتر. ليه؟ لان الهايبر اكستنشن انجري اكتر. ليه الهايبر اكستنشن انجري اكتر؟ لان الرينج اوف موشن في الاكستنشن قليل عكس الفليكشن. الفليكشن دي ممكن تتني ركبتك لحد ورا خالص، فاهم؟ لكن الاكستنشن قليل، فعشان كده دايما تلاقي الهايبر اكستنشن انجري اكتر، فتلاقي البي سي ال يتقطع اكتر. فاهمين الفكره؟ لكن نادرا لما تشوف الباتيلر تندون او الكوادريسبس تندون مقطوع، لان الهايبر فليكشن انجري اقل. معايا ولا مش معايا؟ خلاص. طب نيجي بقى للحاجات اللي بالعرض بقى، اللي هي الفالج ستريس. ده طبعا كريستيانو رونالدو هو واحد دخل عليه، شايفين تاني ركبته بالمنظر ده ازاي؟ شايفين تاني الركبه دي من بره لجوه تقطع انهي؟ تقطع الميديال كولاترال ليجمنت اللي قصاد الناحيه الثانيه، الديستراكشن انج. خلاص. ده واحد مثلا ايه وهو ماشي رجليه التانيه اتلوت لبره، فده نوع من الفيروس انجري. يقطع ايه بقى؟ يقطع اللاترال ستابلايزر. فاهمين الفكره؟ احيانا مثلا لعيب حمار دخل عليه، برده ممكن يكون لعيب حمار بيتزحلق مثلا دخل على الركبه من جوه، يقطع له برده الايه اللاترال ستابلايزر. طيب ده مثال بقى ايه للهايبر اكستنشن ويز فيروس. يعني ده الركبه برضو فيها هايبر اكستنشن لو انت خدت بالك، وكمان ايه دخل كمان من جوه لبره، فيقطع له البوستر لاترال كورنر. الواد ده لعيب في ليفربول اسمه تشامبرلين لو تفتكروه. يعني البوستر لاترال كورنر ده من أسوأ الانجريز، الواد قعد سنه ما يلعبش كوره. فاهمين الفكره؟ لانه البوستر لاترال كورنر ده الحاجات الهيلنج فيها صعب جدا، وغالبا بيحتاج عمليات، يعني سواء اللاترال ليجمنت او البايسبس تندون او حتى الليجمنتس الرفيعه اللي ما بينهم. في شويه حاجات كده بس انا ما قلتلهم لكم، يعني ما قلتش اساميهم. يعني دولت من اصعب الحاجات في الهيلينج وغالبا بيحتاج عمليه. خلاص. ده هايبر اكستنشن ايه ويز فالجاس، يعني دخل عليه في برضو شويه الركبه مفروده بزياده ودخل من بره، ده يقطع البوستر ميديال كورنر، وخصوصا اللي هو السيمي برموز ستين. فهمنا الفكره؟ طيب نيجي بقى للايه للحتتين دول بقى، هما دول اللي صعبين شوية. ماشي؟ يبقى ايه؟ هايبر فليكشن وز فيروس وهايبر فليكشن وز فالج. ليه بقى؟ اولا دي بيحصل بتحصل انجري مش بس فيروس وفالجس، لا ولازم كمان يبقى معاه شوية روتيشن. ماشي؟ في الناحية دي يبقى فيه اكسترنال روتيشن، وفي الناحية دي يبقى فيه انترنال روتيشن. طبعا احنا دايما لما بنتكلم على الروتيشن بنقول على الديستال اورجان، يعني مثلا لما تقول مثلا حصل اكسترنال روتيشن يبقى التيبيا هي اللي لفت لبره بالمقارنه بالفيمر، صح كده؟ ده معنى اكسترنال الاصابات دي ان التيبيا بتبقى ثابته والفيمر هي اللي لف لجوه. يعني هو حصل اكسترنال روتيشن في التيبيا لكن حصل انترنال روتيشن في الفيمر، سواء دي او دي اللفتين دول، سواء حصل اكسترنال روتيشن او انترنال روتيشن بيقطعوا الاي سي ال على طول. نادرا ما يقطعوا الباتيلر تينكل، دول اكتر اثنين انجريز يقطعوا الاي سي ال.
اسمها بيلكوتش انجري، ان انت بتثبت التيبيا خلاص على الارض والعيان جسمه يلف لفوق، سواء الفيمر بقى لفت جوه خلاص تقطع الاي سي ال، سواء لفت لبره الفيمر برضه تقطع الاي سي ال. يبقى دولت التو انجريز دول دايما هم اللي بيقطعوا الاي سي ال. طيب انا دكتور هعرف ازاي الانجريز دي؟ يعني هقعد اسال العيان انت ولا هصوره فيديو وهو بيتصاب فلاعيب الكوره عشان اعرف حصلت الانجري ازاي؟ لا، بالعقل. ازاي بالعقل؟ انت بتشوف البون مارو كونتيوجن ماشي ازاي، فاهمني؟ وتبص على الليجامنتس اللي في الناحيه الثانيه، يعني ده امباكشن بون مارو. انت لما بتتخبط في العظم هيحصل لك بون مارو كونتيوجن وشويه اديمه، هيبقى باين قوي في الفات سبريشن. تبص اتجاهه فين وتبص الليجامنتس الناحيه الثانيه بالتفصيل، هي دي غالبا الليجامنتس اللي هتتقطع. يعني ده مثلا هايبر ايه اكستنشن انجري في بون مارو كونتيوجن في التيبيال تبروست، يبقى البي سي ال هيتقطع وهو مقطوع فعلا والجوينت كابسول مقطوع خلاص. طب الناحيه دي؟ لا، الناحيه دي في قدام هي انتيرو برضو هايبر اكستنشن، بس الناحيه الميديال شويه مش انتيرور صرف، لا يعني هنا ده الميديال تيبيال كوندايل، احنا قلنا فلات شويه، فالبون مارو كونتيوجن جايه اكتر في الانترو ميديال سيرفيس في الفيمر وفي التيبيا. يقطعوا ايه؟ يقطعوا الليجمنتس اللي في الناحيه الثانيه اللي هم اللي هم البوستر لاترال كورنر، عكس نفس الكلام الناحيه الثانيه. طب نيجي بقى او نفس الكلام هنا مثلا، يعني هنا البون مارو كونتيوجن في اللاترال فيمورال كوندايل يقطع، هتلاقي دايما معاها ايه؟ المقطوع الميديال كولاترال ليج. يبقى البون مارو كونتيوجن ده از فوت برينت اوف انجري، يعني ده بصمه زي كده الحرامي كده، بصمه الحرامي كده ان الانجري ده حصلت له ازاي، ده رقم واحد. طب عندنا بقى موضوع الايه؟ اللفه يا دكتور. طب العيان دلوقتي ركبته لفت، هعرف ازاي ان كانت ركبته لفت ولا لا؟ بالطريقه دي، حاجه اسمها نون كيسنج بون مارو كونتيوجن. لما ركبه العيان بتلف خلاص العظمتين يخبطوا في بعض، لكن انت بقى لما تيجي تعمل له ام ار اللفه تكون دي، اللفه دي بتكون فكت، فهتلاقي البون مارو كونتيوجن مش قصاد بعض. اسمها ايه الساين دي؟ حد عارف؟ اسمها نون كيسنج بون مارو كونتيوجن. يعني هنا البون مارو كونتيوجن بايسين بعض لكن هنا بعاد عن بعض. كون النوم بعاد عن بعض ده معناه ان هو اثناء الانجري الركبه لفت، فاهمين الفكره؟ اهي لفه الركبه دي على طول ساين ان الاي سي ال مقطوع، اول ما بشوفها بعرف ان الاي سي ده فيه كومبليت تير ما فيهاش فصام. طيب اشرح لكم بقى الديستراكشن انجري والفرصه وهي طالعه، مش هشرح لكم الليجنس ان ايه عشان ما تقلش عليكم قوي. يعني الفرصه وهي طالعه بقى عملت ايه؟ افالجن فراكشن ماشي. فانت مثلا خبطت الركبه من الميديال سايد هتقطع الاليوتيبيال تراك، عملت افالجن فراكشن في الجرد ستيوبل. لكن لو الخبطه من اللاترال سايد هتعمل افالجن فراكشن مثلا في الميديال فيمورال ايبوكوندايل ات ذا سايت اوف اتاتشمنت اوف ميديال كولاترال ليج. طيب الخبطه من قدام قصدي من ورا هايبر فليكشن انجري، ممكن هتعمل افالجن فراكشر في الاتاتشمنت بتاع الكوادريسبس او الباتيلر. هنا في افالجن فراكشر فين؟ في التيبيال تيبروس. العكس هنا مع الهايبر اكستنشن انجري، لو جاي من قدام في افالجن فراكشر في التيبيال انتركوندايلر ايمننت مكان البي سي ال خلاص. طيب هنا مثلا الخبطه جايه كده بتعمل افالجن فراكشر في الفيبولار ستايلويد بروسيس اللي هو مكان الاتاتشمنت لايه؟ للبايسبس تندون واللاترال كولاترال ليجمنت. هنا تعمل افالجن فراكشر في مكان الاتاتشمنت اوف سيمين برنوز ستند وهكذا. يعني